أهم المعايير المشتركة في التقارير العالمية المتعددة عن اختيار طبيب الأسنان الأفضل وتجارب مرضى آخرين وشهادتهم على مدى الحرفية والجودة واحتواء خوف المريض وألمه، ومنها الاطمئنان على اطلاع الطبيب على الأبحاث والتقنيات الحديثة، وأن يتم الفحص باستخدام الأجهزة الدقيقة والأشعة القادرة على كشف أي تلف، كمان رصد درجة النظافة والتعقيم في العيادة أو الصرح الطبي المختار، وأن التكلفة لا يصح أن تكون معيار الأفضلية، لأنه قلة التكلفة ممكن يكون معناها رداءة الخامات المستخدمة وعدم حل المشكلة يضطرنا لزيارة طبيب آخر، وده معناه تكاليف مضاعفة. وأخيراً درجة حرفية واهتمام طاقم العمل بالعيادة واحترام المواعيد والالتزامات. أهلاً بيكم. في حاجتين دلوقتي بقوا عاملين خطورة على سنان البشر من ضمن ال 500 ألف حاجة، مش هم دول بس الـ أول حاجة الفيديوهات أو السوشيال ميديا، والفيديوهات اللي فيها نوع من أقول إيه عدم التركيز، لأنه ساعة لما يكون إنسان في حالة سعادة في حفلة في مع أصحابه، في حاجتين في الغرب بقى، في كمان كارثة اسمها الكحول، إنه ناس بتشرب في ودي نصيبة سودة، فبيفقد اتزانه، وبعدين بيصور، فهو بيصور، هو مش مركز في هو فين، إيه اللي حواليه، صاحبه جنبه، هو بص للكاميرا، مقرب من حد مقرب منه، فبسهولة شديدة هو في حتة خطرة، بيتحرك فين بالظبط، عينه على الكاميرا، انتم متخيلين المنظر، فبيخبط في حاجة تكسر له سنة، تكسر له سنتين ثلاثة. ده اللي حصل في قصة واحدة بريطانية في حفلة، فتاة بريطانية، البنت دي كانت قاعدة في اسمها كاتي أوتامين كاتي، كانت في خروجة مع العيلة مع زوجها وصحابه وبتاع، وفرحانين بالخروجة وفرحانين بالسهرة وعمالين بقى اللي يصوروا ومش عارف ايه، وفجأة تتعرض كاتي الى خبطة جامدة جدا وتفقد سنانها كلها بشكل دراماتيكي مخيف زي ما شايفين في الصورة اليمين. طبعا اللي احنا شايفينه، خلي بالكم شوف الفرق في السنان، يعني لو انتوا بصيتوا للصورتين، هي ديت مش سنانها وقعت، سنانها في حادثة في خبطة في لحظة فقدت سنانها، بس مع ذلك تشوف الوش وكأن الوش كبر فجأة. طبعا مع التكنولوجيا المتقدمة في عالم الأسنان قدرنا ان احنا نرجع تاني لكاتي بوشها الطبيعي، لكن ارجع اقول لكم تاني انه المخاطرة بالسوشيال ميديا والفرحة طبعا والحركات بقى اللي بتتعمل على التلفزيون اللي هو بقى حركات الخطورة، يعني صورني يا باشا وانا مثلا بجري جارية جامدة جدا فوق بتاع كده واتزحلق وطير مش عارف الكور واعمل حركات بقى اتشير بيها على اشوف بقى الريتشي ولا مش عارف اسمه ايه دوت كام الف هيتابعوني اصل انا ليا فولور، والنتيجة بتكون خطيرة جدا بالنسبة للناس دول. يا اخي ما فيش مشكلة يبقى لك فولور في اللبس في الشياكة في الفاشن، لكن بلاش في انك انت تكون مغامر او بتاع حركات خطرة، لانه السنان هي من الحاجات اللي بتدفع الثمن، من ضمن ممكن الثمن ده يكون اخطر كمان، يعني ممكن الثمن ده يكون ان انت يجي لك اصابة خطيرة في العمود الفقري، لكن السنان ما هي برضو اصابة خطيرة. النهاردة حوار ممتع جدا مع واحد من نجوم عالم طب الاسنان، النهاردة الحوار سيكون بالتفصيل، والنهاردة فيه نقاط جديدة كعادته في عالم طب الاسنان، دايما الحوار بيكون مع واحد من ميجا ستارز السنان النهاردة طب السنان الممتع جدا مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مكاتي. انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكلي. الزراعه دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص انا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف ياكل حاجه ناشفه عشان خاطر الزرعيه. لا، طبعا المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تاكل العظم. دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته ويستطعم الاكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي،
استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. ضيف العزيز القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع وواحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان، بيمتعنا بحواره الشيق دايما الأستاذ دكتور كريم مكادي، استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية وعضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور أيمن، زي حضرتك. الله يخليك. قبل ما أدخل في المواضيع النهاردة وأنت جايب لنا مواضيع جديدة، كم واحد بيجي لك في الكلينك من الناس دي، من الناس اللي عاملة كارثة؟ لا كتير جدا، وخصوصا إن هو يعني شكله كله بيروح بعد ما يفقد أسنانه. احنا عندنا الضحكه هي اول حاجه بيقع عليها عين البني ادم واحنا بنتكلم مع بعض، فاول ما الاقي ان مفيش اسنان ده بيعمل لي اتراكشن ان في عندي مشكله، وده بيخليه يهز ثقته بنفسه. يعني دايما هتلاقي اللي عنده مشكله في اسنانه الاماميه قاعد بيضحك كده اهو، ما بياخدش راحته في الضحك، دايما هتلاقيه قافل بقه، هتلاقي دايما عنده مشكله في الكوميونيكيشن بتاعته. بس في نقطه مهمه جدا، كل حد بيتخبط مش لازم السنه تتكسر عشان يبقى فيه مشكله. يعني انا مجرد ما اتخبطت خبطه جامده في اسناني لازم اروح لدكتور الاسنان، لان ساعتها عصب السنه نفسه بيموت وبيتعفن بعد كده، ويبدا يعمل لي خراج في كيس دهني، بيعمل لي مشاكل تانية كتير قوي. فدايما انا بنصح اي حد اتخبط خبطه جامده في اسنانه حتى لو ما اتكسرتش لازم يزور دكتور الاسنان بتاعه. طبعا السوشيال ميديا خلت في يعني هرجله وجنون مش طبيعي. ما انت بتلاقي مثلا واحد يعني سايق موتوسيكل وماسك الموبايل بيصور، طب ده جنان ده بالظبط، وفي اللي بيقعد فوق العربيه وهي ماشيه وينط من فوقيها مش عارف ازاي. لا ده دول مجانين، لكن انت مثلا انا بكلمك على ابسط الجنان. صح. هو سايق الموتوسيكل المفروض مركز. صح. وماسكه بايديه الاثنين، هو على عجلتين. لا المفروض ماسكه بايديه الاثنين، ساب ايد وماسك الموبايل راح. وبيكلم الحد في الموبايل او بيعمل بقى للفولورز بتاعه الفيديو بتاعه بالزبط. يعني بالظبط. فينشقلب مشكله بقى السنان دي، ابسط حاجه في قصه الحادثه ده، في عمود فقري وفي ناس بتروح خالص. اوكي. النهارده انت جاي لنا بموضوع مهم جدا اسمه العضه. ايوه البايت. ايوه ايه حكايه العضه دي؟ الناس تفهمها الاول وبعدين كلمني عن رفع بقى العضه. العضه دي هي تطابق الاسنان مع بعضينا، وده اللي بيخليها تمضغ. يعني طول ما هي مظبوطه احنا بنمضغ كويس. لازم تتظبط ازاي؟ لو احنا اسناننا معوجه ومش قافله مظبوطه لازم نبدا نعمل التقويم بتاعها عشان نقفل قفله مظبوطه. لو انا عندي درس او سنه ناقصين انا كده بدات احمل غلط على الاسنان بتاعتي اللي هي بالتالي هتسمع في المفصل بتاعي. تعالى نفترض، هنتكلم بطريقه مبسطه عشان نستفهمنا، لو باب اللي هو متعلق على مفصلتين او ثلاثه بدانا نعمل عليه حمل بشكل مش مظبوط، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل حمل زيادة في حتت من المفصلات عن الحتت التانية. نفس القصة بالنسبة لمفصل الفك. طب ده بيترجم بإيه المشاكل بتاعته؟ بيبدأ يحصل التهابات في الأربطة اللي ماسكة الغضروف في مكانه. طب الغضروف ممسوك بأربطة جامد قوي من كل ناحية، هل هنعرف نحركه؟ لا. لو حصل له التهابات بتبدأ الأربطة دي ترتخي، اللي بيترجم معانا بعد كده بصوت طقطقة. طقطقة ده بيبقى الغضروف طلع من مكانه ودخل، فبيترجم بالنسبة لي إن أنا وأنا باكل بسمع صوت طقطقه. طب ايه المشكله بتاعت ده؟ مشكله ان الحمل على الغضروف بيبقى مش متساوي، فبيبدا يحصل تاكل في الغضروف في حتت اكتر من حتت، اللي بيخليها بعد كده تتقطع ونخش في عمليه وقصه ان احنا مش عارفين نقفل ولا نفتح بقنا. طب تفادي ده ازاي وعلاجه ازاي؟ احنا بنتفاداه ان احنا لازم يكون عضتنا سليمه، نمضغ بطريقه مظبوطه عشان خاطر نقدر ان احنا نحافظ على المفصل. يعني ناكل يمين زي الشمال، يعني ما عنديش سنان ناقصه، يعني ما عنديش سنان معوجه. فانا لو عندي حاجه من الحاجتين دول لازم ازور الدكتور. لو عندي صوت الطقطقه لازم اجري على الدكتور عشان يحلها لي قبل ما يحصل قطع في الغضروف بتاعنا. طيب لو انا لحقت سمعت صوت الطقطقه فجريت على الدكتور، في عندنا من اول ان احنا ناكل حاجات سوفت فتره ونبدا نشوف ليه الطقطقه دي حصلت. هل انا باكل على جنب اكتر من جنب بسبب نقص اسنان او حاجه زي كده؟ هل سناني معوجه؟ هل بجز على اسناني؟ ونبدا نشيل السبب بتاع المشكله دي. لو الموضوع تطور شويه بنبدا نعمل له حاجه اسمها رافع عضه. رافع عضه ده بيعمل ايه؟ لو احنا افترضنا ان ده راس المفصل وده التكويف اللي في الجمجمه اللي بايت فيه راس المفصل، فهو بينهم في الغضروف، بنبدا نرفع العضه عشان نعمل سبيس يرجع فيها الغضروف لمكانه مره ثانيه ويحصل له عمليه الالتئام الطبيعي. لو احنا سيبنا لحد ما يقطع الغضروف بتاعنا هنضطر بقى نخش في عمليه ترقيع في المفصل الفك وقصه. احنا يعني عمر ما المفصل، عمر حاجه بتاعت ربنا بترجع زي الاول طبعا.
فاحنا لازم نحافظ على نفسنا من الاول ان احنا ما نوصلش ان احنا عندنا التهابات في الـ في الـ في الاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانها. ولو حصلت لا قدر الله بدات الساينز بتاعتها تبان زي الطقطقه او زي وانا بفتح بوقي ما بعرفش افتح فتحه كامله او زي ان الفك بتاعي بياخد زي اس شيب ديفيشن يعني بياخد زاويه عشان اعرف اكمل الفتحه لازم اجري على الدكتور عشان يلحقني. عايز اروح لبرضه حاجه استهتار الناس بكلمه خراج او بكلمه كيس دهني. هقول لحضرتك على حاجه الموضوع ده موضوع كبير جدا. الموضوع ده بدا الاول كان تسوس صغير او خبطه زي اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه. بيبدا التسوس ده احنا سبناه يبدا ياكل ده عشان خاطر ما فيش فولو اب عند الدكتور بصوره منتظمه. يبدا يتطور يجيب العصب بعد كده يعمل خراج حاد بعد كده يعمل خراج مزمن اللي هو بيبقى اكل في العظم ويتطور لحد الكيس الدهني. الكيس الدهني ده بيتطور لامراض مش كويسه يعني في انواع من انواع الاكياس الدهنيه التي تعامل معامله الاورام يعني بالاستئصال. فاحنا لازم دايما اي مشكله صغيره نبدا نلحق فيها اسناننا. زي ما احنا شايفين اللي فوق ده ده كيس دهني. كيس دهني ده اتقلب بحاجه اسمها اوكيسي. اضطرينا ان احنا نعمل علاج للاسنان ونشيل الكيس الدهني في عمليه جراحيه ونزرع عظم عشان خاطر ما يتطورش معانا ويبدا يصيب الاسنان اللي حوالينا. احنا ممكن نخسر الاسنان، ممكن يقلب معانا بامراض مش كويسه، ممكن يبهدل لنا الدنيا. ده صوره كيس دهني فوق. خسرنا الضرس كله اللي هو ده بس ده هنا بسبب كان علاج عصب ما كانش مظبوط، فبدا يجمع البكتيريا اللي بدات تضغط على خلايا العظم اللي هي اشتغلت بنظام الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي ان العظم بياكل نفسه. احنا عندنا العظم بيشتغل بنظامين عكس بعض سبحان الله. يعني احنا وشنا واحنا بيكبر بيبدا العظم يزود نفسه من بره وياكل نفسه من جوه، فسمك العظم ما بيكبرش بالظبط. نفس الكلام ده لما بيحصل بريشر على خلايا العظم بتبدا تاكل نفسها. احنا بنستفيد من الموضوع ده مثلا في التقويم، نعمل ضغط بمقدار معين على على السنه اللي هي بتضغط على خلايا العظم فتبدا تاكل نفسها من ناحيه الضغط وتبدا تزود العظم من الناحيه الثانيه فالسنه تتحرك من مكانها. فحاله البكتيريا والخراج والكلام ده كله الصديد هو اللي بيعمل الاكشن ده، بيبدا يضغط على خلايا العظم اللي بياكل نفسه. جسمي سبحان الله كديفنس ميكانيزم او نظام دفاعي يبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز عشان تبطن الاوضه اللي معموله اللي فيها الصديد عشان تقلل البريشر او الضغط على خلايا العظم. بس المشكله ان هو لما بيكتمل الابيثيليال سيلز دي في الاوضه كلها ده بيبقى الكيس الدهني اللي بعد كده بيتطور لحاجات مش كويسه. احنا عندنا ده حضرتك شايف تحت، احنا ده كل الابيض ده كان كيس دهني واحنا شلناه وزرعنا فيه عظم زي ما احنا شايفين. حضرتك كان متبقي بعد الكيس الدهني ال 2 3 مللي للفك، يعني ممكن الكيس الدهني ده يؤدي ان الفك نفسه يبقى ضعيف لدرجه ان اي خبطه تكسره. يعني كل ده كان عظم متاكل بسبب الكيس الدهني اللي قبليه. احنا شلنا الكيس الدهني حطينا زرعنا العظم ده بكميات كبيره، بعد كده عملنا فيه ايوه هنا زرعنا زرعات في المكان اللي كان فيه الكيس الدهني. يعني احنا هنا زرعنا العظم شلنا الكيس الدهني اللي هو مكانه فراغ حطينا العظم استنينا عليه 6 شهور وبعد كده حطينا الزرعات دي بنجاح الحمد لله. يبقى اذا استهتار بالتعامل مع الاكياس الدهنيه قد يكون ثمنه غالي. المسكن مش هو الحل، انت شلت العرض. احنا عندنا الطب بيقول لك وي هاف تو ريموف ذا كوز، احنا لازم نشيل السبب اللي ادى الى العرض، لكن طول ما انا بشيل العرض بس فالسبب شغال بيبهدل الدنيا اكتر. انتم متهمون على فكرة دي جاية هتبقى حاجة لطيفة جاية قادمة قريب في حوارنا كده، بس أنتم متهم. أنتم مين؟ أنتم معشر أطباء الأسنان يعني هنحاول نبقى كويسين. لا هقول لك بقى الاتهام إيه. ماشي. أنتم متهمون بأنكم أعداء الأطقم المتحرك لسبب ربما يراه البعض أنه يعني أنتم كارهين الأطباء الأطقم المتحركة لأن المعمل هو اللي بيعمل الأطقم المتحركة، انتوا مش عايزين المعمل هو اللي يتحكم في القصه. انا بكلمك بقى على فكره انا فخور ان انا متهم بده، مش انت بس، كل الفيلد الطبي كله. انا ضد الاطقم المتحركه لاقصى درجه. احنا بنستخدمها، انا بعملها مؤقت للمريض يمشي بيه لحد ما زرعته تمسك. مشكله الاطقم المتحركه ايه؟ اول حاجه احنا طول ما احنا بنستخدم الاطقم المتحركه وبنمضغ عليها بتبدا تتحرك بحركه تلخلخ الاسنان اللي هي ماسكه بمشابك فيها وتبدا تعمل تاكل في السنه نفسها اللي بيخليها تتكسر بعد كده. يعني انا خسرت بقيه الاسنان الموجوده بسبب الطقم المتحرك. المشكله الثانيه ان ده بيخليني ما اعوضش
الاسنان المفقوده بزراعه، انا خلاص معتمد ان في طقم متحرك وده اللي بيخلي العظم يتآكل. خلي بالك يا دكتور ايمن، اللي بيحافظ على حجم العظم هي الاسنان اللي جواه او البديل بتاعها. البديل بتاعها ده اللي هو ايه؟ الزراعه. عشان كده دايما بننصح ان اي حد بيخلع ضرس لازم يزرع مكانه عشان ما يبداش العظم يتآكل فيبوظ الضرس اللي بعديه، وتبدا تكر تسحب سنه في الثانيه لحد ما نخسر اسناننا كلها. فانا ضد الاطقم المتحركه لان انا بعد كده العظم بتاعي تآكل، بوظت الاسنان بتاعتي. نبدا نخش لو في الفك العلوي العظم اللي تحت الجيوب الانفيه بيقل جدا، فبنضطر نخش في رفع جيوب انفيه عشان نرجعه مره ثانيه. فهي القصه كلها ان احنا عندنا القدره دلوقتي في 2022 احنا نعيش باسناننا بقيه حياتنا ثابته. ليه نخش في الهاسل او القصه دي كلها؟ فاحنا محتاجين ان احنا نفكر سمارتر او بطريقه احسن، ان انا عشان احافظ على بقيه سناني لازم اعوض بالزراعه، عشان خاطر استطعم الاكل. الحساسات بتاعت الاستطعام مش موجوده في اللسان بس، هي موجوده في سقف الحلق بالجناب، بتستطعم الحاجات المالحه مثلا. فانا طول ما انا مغطيها مثلا بتركيبه متحركه انا ما بدوقش الاكل، فهل انا منطقي ان انا اقعد بقيه حياتي مش بستطعم اللي انا باكله؟ اه، النكهه بتاعت الاكل فيها مشكله، فانا خسران نكهه الاكل، خسران سنان، خسران عظم. والعظم ده اصلا الشاسيه المشدود عليه عضلات الوش وجلد الوش والكلام ده. فلما العظم بيكش عشان ما فيهوش اسنان، هيبدا الشاسيه ده الحاجات اللي عليه تبدا تكرمش، فيبان سن المريض اكبر من سن الطبيعي. احنا شفنا كاتي من شويه اللي هي بتخبطت، بس كاتي تحولت وكبرت 10 سنين مثلا. كبرت في ثانيه بالظبط بعد الحادثه، فجاه وشها مش قبل وبعد في خلال شهور، ده قبل وبعد في يوم في ليله. طبعا مش هنتكلم بقى ان الطقم ده كل شويه هيوسع مننا عشان العظم كش، فهبدا ماشي ملازم دكتور السنان على طول، يقع مني عشان خاطر انا عظمي كش وقدام الناس واحراج والكلام ده كله. زي ما احنا الوش شايفين بيتغير اهو، الوش نفسه اتغير. يعني بص حضرتك على الحركه المشهوره كان الوضع عامل ازاي؟ ناحيه اليمين الست كبرت قد ايه عشان خاطر خسرت اسنانها وما عوضتهاش. نفس الكلام هنا اهو، اللي هي الحركه اللي هي فيها دي فقد الاسنان بالظبط. روبن ويليامز الله يرحمه كان عنده مشكله فقد الاسنان، وكان وشه بدا يبقى فيه التغير ده. صح، اعتقد انه برضه اهماله في التعامل مع الاسنان روبن ويليامز هو اللي خلاه ينتحر في الاخر، يعني من ضمن الاسباب. ما انت يعني او من ضمن اشكال الاهمال في النفس او اشكال الاكتئاب. الاكتئاب بالظبط. هو اكتئاب مش ظاهر. بالظبط. لانه المكتئب ببدا اسيب نفسي خلاص سناني راحت. المكتئب على فكره ممكن تلاقيه قاعد معاك وبيتكلم وبتاع وهو بيفكر في الانتحار. صح، يعني دي خلي بالكم من الحكايه دي. مظبوط جدا. هروح بقى لاتهام اخر، انتم متهمون معاك بانه عمليات رفع الجيب الانفي عمليات بالنسبه لكم يعني الى حد ما صعبه ومكلفه ماليا. عمليات الجيب الانفي، رفع الجيب الانفي بقت دلوقتي اسهل من سهوله، بقى في حاجه تكنيك اسمه كلوز ساينس ليفتنج، ان احنا بنرفع الجيب الانفي من نفس الفتحه اللي بنحط فيها الزرعيه. زي ما احنا شايفين الفتحه اللي موجوده الرفيعه دي، ده الضرس لما اتخلع بدا العظم عشان ما تعوضش على طول العظم يكش، فالجيب الانفي كبر ما بقاش فيه عظم نحط فيه زرعات. فبنبدا نفتح فتحه صغيره خالص من تحت زي ما احنا شايفين كده اهو، ايوه، ونبدا نزق منها ادوات بتاعتنا، ونبدا نزق بعد كده سلاين مكانها. هي خرم صغير جدا لا يتعدى الملي ونص يعني. ونبدا نزق واحده واحده، هيزق دلوقتي السلاين بتاعها ويرفع الجيب الانفي. بعد ما هيرفع الجيب الانفي يبدا يحط، ايوه كده رفع الجيب الانفي، يبدا يحط العظم بقى مكانها. اوكي، ويبدا يدي فرصه للزرعه انها تستولي. ادي العظم بدا يتحط اهو، ملى السبيس كلها بالعظم، وبعد كده حط الزرعه في عظم. فاحنا تفادينا ده. هنا زي ما احنا شايفين الحاجات البيضه الواضحه قوي دي بزرعة، اللي عامله زي السحاب دي، ده رفع جيب انفي، دي العظم اللي احنا حطيناه، ده العظم بتاعنا اللي هو الابيض، بس درجه البياض بتاعته بالزبط. اقل شويه من الزرعه. بالظبط كده. هتلاقيه عامل زي سحاب يمين وشمال. يمين وشمال. بالظبط. ده احنا رفعنا الجيوب الانفيه دي كميات عظم كبيره، وانا عايز اقول ان احنا العظم اللي احنا بنحطه ده بيلتئم مع العظم بتاع جسم البني ادم، بيبقى حته واحده، لدرجه ان احنا هنا حطينا فيه زرعات وركبناها، وبقى المريض بقى باسنانه كامله. خلينا ما نقولش المريض، خلينا نقول الكلاينت اللي هو فقد اسنانه رجع له اسنانه مره ثانيه. هروح لاتهام اخر
النهارده كل القعده اتهامات يعني. انا جاي هنا اتحط بس في الكورنر. ده مش اتهام بقى، هو ده يعني، هو هقوله لك زي ما هو في دماغي كده. انتم متهمون، مش انتم، انت، لكن الفل الاسنان متهم، متهم بحاجه، مش انتوا برضو، مش دكاتره او ربما الدكاتره. ليه ما بتتصدوش بالشكل الكافي للزرعات الرديئه بحيث ان يكون الموضوع في تجريم واضح لهذه الزرعات الرديئه بحيث ان الظاهره دي تختفي؟ مين قال كده يا دكتور؟ احنا بنتصدى ليها. مش بتكلم على الدكاتره، هو مش دي مش دكاتره، ده هنا الكلاينت نفسه هو اللي عنده مشكله. انا طول ما انا بسترخص وبدور على حاجه تحت السلم عشان خاطر ازرع اسناني، طب ما انا كده موافق ان انا يتحط لي حاجه ليست ذات كفاءه المناسبه. هنا ده الفتحه دي ده عمر عظم متاكل بسبب زرعايه مش مظبوطه. احنا مريض جالنا قال لي انا زرعت من شهرين وعندي الم شديد على طول، فجايين بنفتح لقينا المنظر ده بعد ما شفنا في الاكس راي ان في كميه ريديولوسنسي او تاكل في العظم شديد جدا موجوده في الاشعه بتاعتنا، هي اللي ادت، هي بسبب الزرعايه اللي هي مش مظبوطه. بقى في يعني مشكله ان بقى في يعني التراست دي حاجه مهمه جدا. لازم تروح لدكتور تراستد بالنسبه لك، لازم تتراست الماتيريال بتاعته، الدكتور حرفه وتكنولوجي وخامات، تلات حاجات دول. ممكن يكون شاطر جدا بس خاماته رديئه، ممكن الانفكشن كنترول بتاعه ما يكونش كويس، ممكن يكون بيسترخص. طول ما احنا بندور على السعر قصاد الكواليتي احنا بنخسر كتير قوي. الكواليتي اهم حاجه في الدنيا، عندي صحتي في الاخر، انا مش هينفع احط حاجه في جسمي مجهوله المصدر. دي مهمه قوي بقى، ولا هينفع احطها مع حد مجهول، فانا لازم حد تراستد مع ماتيريالز احنا فاهمين دي جايه منين. ولازم اروح عند حد بيخاف على اسمه كويس قوي، لان طول ما هو بيخاف على اسمه وبيراعي ربنا فانا هبقى ضامن ان انا في حته كويسه. زي ما احنا شايفين هي دي اكس راي باينه ان الزرعيه محطوطه والعظم اللي حواليها جري منها. المفروض اصلا الزرعيه دي عامله زي المغناطيس، تايتانيوم عامه بيجذب العظم ان هو يتكون حواليه. اوكي، زرعيه تايتانيوم اللي احنا شفناه دلوقتي العظم الجري من الزرعيه ده بسبب رداءه الزرعيه. اذا هي نوع من، مش هقول ده تجاوز يعني تعبير اعلامي، اقول اتهام، لان مش متهم الفيلد الطبي، مش متهم في الثلاث اتهامات اللي انا قلتهم. لا الطب الاسنان متهم بانه ما تصدش، لان دي مش قضيه دكاتره طب الاسنان ان هم يتصدوا بس هو بيني وبينكم لازم كل دكتور يبين لمرضاه خطوره الزراعات الرديئه. بالظبط كده، هي اعلام اكتر منه ده طب باسنان، بس مسؤوليه اطباء الاسنان يبينوا الحكايه دي. مسؤوليه اطباء الاسنان انهم لازم يبينوا للمرضى بتوعهم ان استرخاص في طب الاسنان نهايته سيئه. نهايته سيئه، انت تخسر عظمك وتخسر اسنانك. خلي بالك يا دكتور ايمن، هي بتبوظ العظم اللي حواليها، اللي بعد كده بتسحب المشاكل العظم دي بتسحب للسنان اللي حواليها. فانت هتبدا تكر السنان من غير اي لازمه. وانهم بيبينوا للكلاينتس بتوعهم لماذا نكره الاطقم المتحرك. ما هي دي بقى مشكله من مشاكل، ان انا قاعد بفتح وسائل التواصل الاجتماعي بدور على الارخص، مش بدور على الكواليتي، مش بدور على التراستد اكتر. دي مشكله كبيره. انت نورت وكالعاده ابدعت وخدتنا في نزهه جميله متنوعه النهارده. جاوبت اسئله صعبه جدا وفي مناطق صعبه جدا، مثل العضه والتقويمات او تعامل مع العضه، مثل رفع الجيب الانفي، مثل نقل العصب. ايضا ذكرت قضايا مهمه جدا كنت انا فيها الخصم، او بمعنى اصح يعني كنت انا المتهم. مش انت، طب الاسنان صح. في التعامل مع مش متهم ولكن توضيح صح. يعني هل طب الاسنان يكره تماما الاطقم؟ نعم. هي دي ميزة البرنامج هنا، ان هو بيفهم الناس. انت بتاخدش المعلومه وخلاص، انت بتفهمها بطريقه علميه مبسطه. والزراعه دلوقتي بقت سهله، احنا بنحط الزراعيه في دقيقتين ثلاثه، فانت يعني الفك الكامل اضرب دقيقتين ثلاثه في ست زرعات، فالدنيا بقت اسهل وتقدر تعيش حياه احسن باقل تعب. والانسان في الاخر لازم يكون حريص على اسنانه. ارجوكم خلي بالكم من سنانكم، ودايما جزء من حياتكم وجزء من جدولكم الاسبوعي يكون جزء منه في عياده طب الاسنان. مش كل اسبوع، ممكن كل شهر حسب بقى
كل اربع شهور. كل اربع شهور بالنسبه لمريض السكر كل شهرين بالظبط. يعني على الاقل. لكن ما فيش يا اخي انت بتعمل صيانه لعربيتك، اعمل صيانه لاسنانك يا اخي. ده في ناس بتتفاخر بانها بتعمل صيانات لليخت بتاعها، يعني بنتكلم على ناس تانية بقى، مش بتكلم على الناس. ما في ناس ما عندهاش العربيه لكن ماشي. لكن تبص اللي يزعلك ان الناس اللي بتعمل صيانه لليخت ده وعندهم يخوت وعندهم عربيات، تبص لاسنانهم تلاقيها بايظه. ده حقيقي، ده بنشوف. يبقى انت بقى ساعتها بتضرب كف بكف، اعمل صيانه لنفسك. تضرب كف بكف. الراجل اللي يعني عنده يخوت، عنده يخت وعنده عربيه وبتاعه، وقاعد كل يوم في الحته الفلانيه الحته العلانيه سنانه كده، لا دي تزعل بقى. يعني حتى الناس البسطاء برضو لازم ياخدوا بالهم من سنانهم. ومفيش حته في مصر دلوقتي اللي ما يقدرش، كل الاسعار متوفره، وقلب الدكاتره حنين برضو على المرضى. نورتنا وشرفتنا. انا اتشرفت بحضرتك. ضيفي العزيز ميجا ستار، عالم طب الاسنان، الاستاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعه وتجميل الفم والاسنان، زميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان والمؤسس لمركز مكادي. نورت وشرفت الدكتور كالعاده. شكرا دكتور. خليكم دايما مع الدكتور.